صباح الخير خياتي بناتي، اليوم ندير لكم روز غراتان في الفوغ، حاجه ساهله ماهله وتفرح العائله. شوف عندنا هذه بول تاع روز ولا غرفيه، كل جهه واش يسميوها. شللناه وكامل روز مفور، درنا شويه زيت، نحطو البول الاول وهذا بول الزوج. حنا درنا زوج غرفيات، بول زوج غرفيات تاع روز مفور، وكل واحد يحسب العائلة، انتي ضاعتي المقادير. نديرو نص حبة بصل ملحية، نديرو شوية سكنجبير، وشوية قرفة تعطينا البنة، وشوية كركم. وشوية ملح ونخلطو والنار تكون شوية قوية، تكون قوية النار هكذا. هاكو تشوفو بنياتي حياتي، هاكا هاكا حتى اللون تاعو يصفر ويجي بنين ساهل ماهل، غير جربو وردولي الخبر هاو يعجبكم. ومن بعد هاديك الغرفية اللي كينا فيها الروز المفور تاعنا نديرو فيها الماء سخون. شوفوا هذا واحد، هذا زوج، ثلاثة، ثلاثة غرفية تاع الماء سخون. ناخذو كاس حليب نبداو نخلطو غير بشوي حتى تتواسمنا الواسمة، نخلطو ونزيدو لها شوية ملح وشوية سكنجبير، واللي ما عندوش حب يدير في الكحل الأبيض ولا الكحل، ونقعدو نخلطو في هذيك الواسمة حتى توجد لنا لا بيشاميل. ومن بعد نوري لكم بعد ما يفور يطيب الروز تاعنا، نوري لكم غير تشوفوا الحبة طابت، الحبة بدات تطيب تمسوها بين يدكم وطفيو عليها، ونوري لكم الروز تاعنا واش نديرو له، كيفاه نديرو في الفوغ. شوفوا خياتي ها 20 دقيقة برك كي تغلق على الكوكوطة عليه، شوف ويطيب عليه حبة ها، شوف طاب 20 دقيقة برك ها. ومن بعد دوك ناخذوا هذيك لا بيشاميل اللي درنا لها كيما قلنا الحليب والفرينه وكلش، ناخذوا السكن واسمها جزء الطيب واسمها شويه برك فوق لا بيشاميل تاعنا، ونخلطوا هذه لا بيشاميل كامل تدخل لنا الداخل في هذاك الروس هكذا كيما راكم تشوفوا بنياتي خياتي هكذا هكذا. دوكا شوفوا نديرو هكا نخلطوها، نخلطو هذيك لا بيشاميل هكذا هكذا، ماشي غير ترميها فوقها هكذا باه تشرب لهذاك الروز هكذا هكذا، تسقميها. ناخذو فرميش تاع الميزان كيما قلت لكم، شوفو عق 20000 تجينا كمية مليحة، ونعمروها هكذا ودوكا نحمروها هكذا ونحطوها في الفوغ، تشعلي عليها غير من الفوقه خاطرش هي طايبه وكامل تتحمر، ونوريها لكم صحن التقديم. ها شوفوا خياتي ها كيف خرج لنا، ها نقسم لكم شلخه تشوفوا بعينيكم. شوف نبدلو هذاك الرز بلا صوص بالواسمو نبدلو ها آه. شوفوا الله ما شاء الله ها آه. شوفوا كيفاه جا وما يخش وقت طويله ها آه. 20 دقيقه وجدنا فطور لولادنا يشهي بكمية العائله حاجه مليحه وجديده. وشاركوا في قناتي ودعموني ويعطيكم الصحه.